القراءة ديالي بشكل عام. هو أول حاجة كنشكر اللاعبين اللي قاموا بواحد اللقاء رجولي، ثاني حاجة كنشكر الجمعية العسكرية السنة تم أول دقيقة آخر دقيقة لعبنا مع فريق كبير وهو رجع البيضاوي، وصلنا الضربة الترجيحية كانت ضربة ترجيحية ضربة الحظ كان من اللاعبين ونتمنى الله باش يعوضنا ان شاء الله في البطوله، لما لا ان شاء الله نفوزوا بها ونلعبوا كاس الانديه الوطن. لعبنا النهار عندكم مباراه مع وداد الفاس واش ما تعثرش عليكم؟ لا وكان في لعبه شي لعبه وقيلا عطاونا روب في يومين ما فيش لعبه ثلاثه وقيلا كاع الاربع ان شاء الله. اش نقول لك الحمد لله كنلعبوا مع فريق كبير كاين ان شاء الله كاين الحمد لله وسائل اللي تتحل لك تحيد لك العياش. اخر سؤال على الارضيه ديال الملعب المجمع الرياضي الامير وعطله واش ما غاديش يبقى فيكم الحال؟